وأخيرا وصلنا إلى هونغ كونغ، وقفة قصيرة قبل رحلة الصين الرئيسية، وقفة سياحية، وقفة استراحة. أول شيء بتعمله لما توصل على بلد بتصرف فلوس. عمرك شفت بلد البنك بيطبع فلوسها؟ أي نعم، في هونغ كونغ أعزائي الفلوس مطبوعين من اتش اس بي سي مثل ما أنتم شايفين. طبعا مختلفة تماما عن مدن الصين الباقية، متميزة وفيها أثر كبير للاستعمار البريطاني وحب تشبه، خلينا نقول، الشعب المحلي للثقافة البريطانية أكثر من الثقافة الصينية. من الأشياء الشهيرة في المدينة القطارات الصغيرة اللي بتشوفوها وراي اللي ماشي على الكهرباء، مش الباص المزعج هذا، لا، راح مضطر، راح، هلا بيجي غيره. بصور هاي القطارات الصغيرة اللي وراي بتلف حوالين المدينة كلها. خلينا نركب واحد فيهم ونستكشف مدينة هونغ كونغ. تتميز مدينة هونغ كونغ بناطحات السحاب. في المدينة فيها 1500 ناطحة سحاب. أنا من خلال سفري ومن خلال زياراتي بتذكر دائما أول انبهار لي كان زيارة الإمارات ودبي، بعدين الصدمة الأكبر كانت زيارة نيويورك وتشوف ناطحات سحاب يمين شمال. ولكن منذ قدومي على هونغ كونغ بقدر أقول لكم هذه فعلا مدينة ضخمة مليئة بناطحات السحاب. من الغريب في هذه المدينة أن فيها 4 لغات رسمية. أول مرة بشوف مدينة فيها 4 لغات: الكانتونيز، الإنجليزي، المندرين والهكا. ومن اللي بيجذب عدد كبير من السياح محبي التسوق، هاي المدينة ما فيها ضريبة مبيعات ولا بتحس انك في المدينة. طبعا العملة، اللي مستغرب من موضوع العملة كتير غريب بالنسبة لنا، هذا متعودين انه النقود تكون دائما تنطبع من البنك المركزي، صح؟ ولكن هذا اشي مش غريب هون. والسلطة في هونغ كونغ اعطت حقوق طباعة النقود لثلاث بنوك، واحد منها HSBC. والظاهرة هاي مش جديدة، موجودة أيضا في المملكة المتحدة. طبعا شايفين المنظر وراي، أنتم مفكريني بجوز بالغابة أو بحديقة عامة، أبدا، أنا بمنتصف مركز المدينة. شوفوا الجمال، شوفوا الطبيعة، فعلا مدينة جميلة جدا. من الأنشطة المميزة في مدينة هونغ كونغ The Peak Tram اللي بيأخذك على قمة الجبل. تعالوا معي خلينا نطلع فوق نشوف المنظر الجميل. وهذا القطار شغال منذ عام 1888، من أقدم أنظمة القطارات في العالم. بتأخذك للقمة برسوم حوالي $148، شوي أقل من $20 أمريكي. أنا أخذت تذكرة الروحة والرجعة 148، زيادة لذلك بقدر أطلع على القمة اللي عندهم في قمة الجبل. الازدحام خفيف لأنه أنا جاي مش بنهاية الأسبوع، بيقولوا بنهاية الأسبوع ممكن يكون الانتظار بالساعات. مسافة قصيرة جدا، 1.5 كيلومتر، ولكن تاخذك من ارتفاع 28 متر إلى ارتفاع 396 متر فوق سطح البحر. والجدير بالذكر أن مدينة هونغ كونغ كانت تحت الاحتلال البريطاني لغاية عام 1997، وبعد ما رجعت للصين ظلت هونغ كونغ مستقلة لحد كبير بكثير من أنظمتها وقوانينها عن الصين. طلعت كتير خلال سفري على قمم وأسطح بنايات، بس شو هذا يا هونغ كونغ؟ إيش هذا يا هونغ كونغ؟ إيش هذا؟ وفي نهاية القمة تنهي بهذا المكان الجميل
فيه كثير محلات مطاعم الإيطالي، الشريمب للأطفال. وإحنا هلأ بدنا نروح ننهي بالبراند الشهير لل فرجوك يا الله تفهموا عليه. تخيلوا الشاي بالفواكه بالجبنة، تشيز ستروبري فروتي، شو راح يكون طعمه؟ اختراعاتك يا صين. شوفوا معاي هالمنظر الجميل، جينا بالضبط على التوقيت الصحيح على غروب الشمس. طيب خلينا نجربه مع بعض. طبعا طبقة هم يسموها جبنة، هي شكلها كريم، كريمة وفراولة مع الشاي وفراولة قطع. شوف كيف الطعم، خطير والله خطير. من الأشياء اللي استغربت منها كمان في مدينة هونغ كونغ انتشار هذا التاكسي الأحمر، الله بفرجيكم إياه على الشاشة، موجود كل مكان، وين ما تروح في المدينة بتلاقيه وفيش غيره. قعدت أبحث أبحث أبحث، إيش معنى هاي التويوتا؟ شبيهة بالتويوتا كريسيدا اللي موجودة عندنا في الوطن العربي. طلعت حكومة هونغ كونغ وقفت إعطاء رخص التكاسي من سنة 94 عشان ما يصير في ازدحام شديد في التكاسي. فالوحيد اللي مسموح له يغير سياراته اللي عندهم هذا الترخيص اللي أخذوه من 94، وأغلبهم بيقول لك السيارة شغالة ليش أبدلها؟ فبتستغرب إنه كل التكاسي، مع إنه البلد حديثة وفيها جميع أنواع السيارات وصناعة السيارات ويعني اللي بدك إياه بتلاقيه، ولكن متمسكين بهذا التاكسي التويوتا القديم. هي البنك اللي بيطلع اللي بيطبع فلوس الدولة. عجبني كثير في اخر رحلة على الصين طلعوا النظافة. انتوا مستوعبين قديش عدد الناس اللي بيمروا بهاي الممرات؟ بلد ضخم مهول، طلعوا النظافة كل مكان. هونغ كونغ، شو فكرتي بهاي المدينة بعد تغطيتها بالكامل؟ أنا فقط قعدت فيها 24 يوم، لسه ما قدرت أكون الانطباع اللي بدي أكونه. الانطباع المبدئي إنه تأثير الاستعمار البريطاني واضح جدا، يعني في حضارة أقرب للغرب من ما لما تروح على المدن الصينية اللي داخل الصين. بتشوف انه اغلبية الناس بيحكوا بالانجليزي، تشوف انه التطبيقات كلها شغالة، اوبر وانستغرام وواتساب. الوحيد المحظور يعني ما بعرف كيف هاي الاشياء بتشتغل، الوحيد المحظور تيك توك. فكر انه يعني التطبيق الصيني مفروض هو الوحيد يكون شغال، ولكن بالعكس. بتشوف اثر الاستعمار اكيد اكيد. الناس ميالة للحياة الغرب اكثر من ما هي ميالة للحياة التقليدية الصينية. صار في تغيير كبير من اللي انا لاحظته. بعدين كثير مبسوطين بموضوع وعندهم ولاء عالي، يعني بتشوف كل الاماكن الحلوه اسمها فيكتوريا. طبعا يعني في اثر كبير لفيكتوريا ووجودها في هذيك الحقبه. اكثر شيء استغربت منه هلا انا بس كنت طالع بالقطار اللي بيطلعك لاعلى المدينه، انك تشوف المنظر من اعلى المدينه، مكتوب وانت داخل على القطار انه ايام الاستعمار كان مسموح الصعود للأعلى فقط للمواطنين الغير صينيين. شوف الاستعمار ما أقدره، نفسه هذا الاستعمار اللي قاعد لنا هلا كان قاعد لهم من قبل، بس هم مبسوطين عليه الله يعطيهم العافية. وإذا ما لاحظتوا بهونغ كونغ السياقة بتكون على الجهة الثانية، فعشان ما تغلط حاطين لكون قبل ما تقطع الشارع وين تطلع. يعني أنت بالعادة بتطلع على اليسار عشان ما تخربط. ومن هنا نستودعكم إلى مدينة شنجن، وحتركي لكم فيديو عن تغطية كاملة لمعرض الكانتون فير. أتمنى تكون عجبتكم هذه التغطية.